في إطار الحملات المختلفة اللي بتحصل على النادي الأهلي والاستهداف اللي بنلاحظه في مختلف الأخبار اللي بتخرج أو مختلف الانتقادات اللاذعة واللي بتبقى قوية على النادي الأهلي واللي متابعينها على مدار آخر 10 أيام تحديدا، يعني امبارح كان في إشاعة سخيفة جدا جدا بخصوص هروب أليو ديانج. هي سخيفة ومضحكة في نفس الوقت، والكلام ده كله بيأكد اللي احنا اتكلمنا فيه مع حضراتكم سابقا وعلى مدار أيام كتير، إن في حملة وفي تحامل وفي استهداف للنادي الأهلي علشان تحاول تأثر على الفريق الأول لكرة القدم بشكل أو بآخر، وده بإذن الله تعالى مش هيحصل. فامبارح طلع الناس قالت لك إيه؟ قالت لك الحق أليو ديانج هرب، واللاعب أصلا كان النادي الأهلي أعلن ومن خلال الكابتن سعد عبد الحفيظ إن هو خد إذن بعد تعرضه للطرد وبالتالي إيقافه في المباراة التالية، فبالتالي خد اذن من كابتن سيد ان هو يسافر يجدد الباسبور بتاعه هناك في مالي في بلده، وكابتن سيد وافق والامور ماشيه بشكل طبيعي جدا. اذ فجاه تلاقي امبارح ان أليو ديانج هرب وان في كارثه ومشكله وكلام من ده. لكن اللي عجبني في الموضوع هو التواصل مباشره مع أليو ديانج، واللاعب على طول بفيديو نزل على الصفحه الرسميه للنادي الاهلي بيعلن فيها عن عودته قريبا وعن جاهزيته كمان لمباراه وادي دجله باذن الله يوم الجمعه القادم، واللاعب اكد عودته ومفيش اي كلام من الكلام السخيف والاشاعات السخيفه اللي بتستهدف النادي الاهلي. خلينا نروح نشوف الفيديو ونرجع. يلا. السلام عليكم. هاي علي فانز. اي ترافلينج تو مالي افتر بيرميشن فور كابتن سعيد تو دو ماي باسبور، اند ان شاء الله اي كم باك اند اي ويل بي ريدي تو بلاي وادي دجلة جيم ان شاء الله. هو شرح القصة وجابها من الآخر وقال أنا واخد إذن الكابتن سيد والأمور ماشية بشكل طبيعي جدا، وهيرجع وينضم للتدريبات بإذن الله. هو راجع يوم الأربع بعد بكرة، يعني ينضم للتدريبات ويكون جاهز إن شاء الله لمباراة وادي دجلة يوم الجمعة اللي جاية، ومباراة أكيد هتكون مهمة لفريق النادي الأهلي.